اللي أيه. صار صارت الأكبر بعد. أنا من قعدت تكرم طويت حذائي جواي وسحبت أقسام وقاعد منتظر. كان عندي محبس خاتم معتز به. انطيت الواحد من زملائنا ويعذرني طبعاً هاي ما حاكيها قبل. أحمد جبار اللطيف. طيته قلت له أحمد هذا تطيل أخوي ميثم والسليم لعلي. أنا رايح شهيد مقتول. قال لي صار خله. ما سألك ليش؟ ما سألني. شوف الشيطان لعنة الله على الشيطان. اجاني القريني قال لي اقول لك بلكي انت متت وهو اخذه وما طال اخوك. قلت احمد اعطيني المحبس طاني اياه. المصور الثاني اوجه له التحيه ابن الفنان جاسم شرف بلال. قلت له بلبل تعال. قال لي ها استاذ. قلت له ذكر احمد باكر يطلع هذا المحبس الميثم حتى لا انسى. قال لي لا شلون انسى؟ قلت له خش. صاروا اثنين شهود. جلسنا قالوا لنا يابا جوج بوش ما يدخل اذا ما تطلعون ويفتشوكم حمايته بايديهم. والله صار الركض بدينار ونص حتى يرجعون لمكاناتهم. ولا واحد سالهم قالهم باي حق انتم ببلد تفتشونا؟ انتهينا من عندها. جينا لمرحله الذله الكبيره. في اثنين شخصين، واحد راح تشوفه بالكاميرات راسه كبير، وواحد لابس بدله الطيران اللي من فتشنا بالبدايه بالكلاب البوليسيه. اقسم بالله واقفين سراوين، سرا واحد عفوا وهم اثنين واقفين، تفتشك وتفوت، هذا يفتشك وتفوت. اللابس بدلة الطيار عفوا على الكلمة وأنا أتمنى ما تجرح، كان يفتش الصحفي يضرب على مؤخرته. فتش الصحفي يضرب على مؤخرته جو. هنا أنا قلت يا رب بس لا هو يفتشني، لأن راح كل اللي سويته راح يخرب. في الصدفة الحقيرة أنه القدامي راح على هذا الشخص المدني وذاك يما واحد، يعني راح اروح له. فبالصدفه سبحان الله هذا تاخر يمه، راح ركضت له ركض لهذا الامريكي فتشني. قلت ثانك يو. طانا ورقه هيك مربع مثمنه بيضاء عليها المكتب الصحفي البيت الابيض، بدينا نطونا اياها. ولا واحد قال لا. طبعا اول ما طبت القاع شمرتها. اجى واحد قال لي ممكن اخذها بك اخذ بها لجو كل عزة وكرامة. مهم قعدنا. طيب أنا عندي هويات صحفية، زين هذول شنو ذنبهم؟ مراسل ومصورين اثنين يروحون بيها برجلين، إذا انقتلت راح يقولون عصابة، يقولون أنتم نفذتوا. فشلت الهوية الصحفية. أحمد قاعد وراي. قلت له أحمد لابس جاكيت. قلت له أحمد ممكن تخليها بجيبك؟ هاي جيبي ما يكفي، شوف سداجتي وشوف الولد شلون مصدق بيه. قال لي إيه خليها بجيبه. رجع ظلت اقرا شهادتين وقران وكذا. رجعت اخر شيء كان عندي الورقه والقلم. طبعا خابرت اخوي وقتها سلمت عليه. طبعا تليفوناتنا برا. اللي صار اخوي بيد الورقه والقلم طبعا يحجون. انا كتبت بيتين للامام الحسين لما كان متوجه الى ثوره عاشوراء، يقول سامضي يوم الموت عار على الفتى اذ ما نوى حقا وجاهد مسلما، إن عشت لم ألم وإن مت لم أندم، كفى بالمرء عارا أن يذل ويرغم. آخر شيء هاي الورقة انطيتها لأحمد بن أحمد جبار، وطيت القلم قلت له خليها عندك كما ولدتني أمي. فلما سويت هذا الفعل دخل الرئيس بوش دخل للقاعة. دخل المالكي، تكلم المالكي، دخلوا سوية طبعاً. طبعا إيه تكلم المالكي. بعدين جورج بوش يقول لهم انا راح اطلع منها، راح جوعان اريد اتعشى ويا الرئيس. قلت له والله بقلبي اتعشى. يعني يقصد يتعشى مع السيد المالكي؟ ايوه المالكي يتعشون لانه تدري ضيفه. زين انا بقلبي قلت له عشاك يمي، والله قلت له عشاك يمي اثنين. خلص خلت يخلص كلامه، انهى كلامه كله. فدار على المالكي صافحها مثل ما جنابك صافح أخوك الصغير، واحد عندك يعمل بأبوية وعطوفة، ما نقول غير شغلة إنه من الكبير للصغير. والله يسوى له يصافح. فتدري إحنا ناس عرب، صحفيين مدنيين ناس عرب، ما نجي واحد غدر ولا نجي واحد بالظهر. فدائما نقول أنت ليش صحت لقبلة الوداع وصحت ليا كلب عفوا على الكلمة كلب. نقول إحنا العراقيين ناس عرب، وحتى بقية المكونات يعني ما نقدر.
نبهته يلا ضربته. طبعا اول ما جاب شلون نبهته؟ هو دار وجهه على المالكي وسالمه، فانا صحت له قلت له هاي قبلة الوداع ياكل. طبعا انا قلت لك هذا الحذاء وكذا والتخطيط والفيديو التاركه، بس هاي ما قبلة الوداع اللي صارت ترند هاي طلعت بلحظتها، ما كنت مخطط لها او شيء. قلت له هذا قبلة الوداع، وهي اول وحده ما صار شيء. رأسه مباشرة الثانية قلت أنا طبعا أنا لو شايف الحرس والعسس والأهل الأسلحة الموجودين بالقاعة أنا مفروض أنا مضروب 50 طلقة بنفس اللحظة، لأن كانوا أول شيء مارينز موجودين، هذول اللي يلبسون بدلات مال المارينز هم اللي يحطون الإنارة والصوت وكذا، كله عسكر ما عدا المدنيين اللي لابسين حاملين أسلحة أميركان وعسكر موجودين دار مدارنا، وهذا الطوق الثاني وجوه. بس تخيل يعني سبحان الله ضربتين، واللي جرني وقاني عراقي مو أمريكي، سحبني من وراء من حزامي، واللي قدامي ضرب إيدي، ومع هذا سبحان الله. عفوا أنت رميت رميت الفردة الأولى. نعم. وقلت له هذه من قبلة الوداع. نعم ياكل. والثانية انه هذه من الشعب العراقي، وظليت تسترد قلت له قتلت العراقيين ابن الكذا ابن كذا قتلت العراقيين. بس الحماية حماية الرئيس الامريكي كانوا خارج القاعة، دخلوا فيما بعد يعني تقريبا بعد دقيقة او لا اقل او اكثر، هذا اللي شفناه بالتلفزيون. نعم. مو انتم شفتوا بس امام الكاميرات بالضبط، ما شفت منا ومنا أكيد، كلها عسكر ومدنيين لحماية الرئيس اللي إذن موجودين خلف القاعة. يعني هسه الكاميرا تصور منا من الجوانب الثلاثة، ما تأخذهم تمام. فاللي واحد من عندهم اللي كان فوق ولازمني هذا أمريكي، هذا بس بالحماية الرئيس بوش اللي مسكني بعدين، الأول قلت عراقي اللي جرني من وراء عراقي. شوف أنا شنت خايف من شغلة والله، من قعدنا كانت الأعلام العراقية والأمريكية مرصوصة واحد بصف الثاني، يعني بين كل علم أمريكي علمين عراقيين، وبين كل علم عراقي علمين أمريكيين. خلف بوش كان هناك علم عراقي وعلمين أمريكيين، علم أمريكي وعلمين عراقيين. والله جانا هاج سكريت لا سمح الله أن تصيب العلم العراقي بإثمين، حتى لو أنا نفذت وقتلوني بس راح أصير مجروحة. أولاً هذا كلمة الله، كلمة الله أكبر عليها لفظ الجلالة، واثنين علم بلادي انضرب. طيب هاي الثانية تقول لي أنا إلي علاقة ودخل بيها، سحبني من حزامي بالضربة الثانية، والمقابل يشتغلوا في فضائية المالكي ضرب إيدي، وجاءت راح صحفي الحذاء. يعني إيه صحفي قناة المالكي راحت الحذاء بين العلمين اللي يحملون لفظ الجلالة، ضربت العلم الأمريكي ولفته. طبعا طلعوني